هو الأول مرة بتهيألي يظهر أندية عربية في الأندية اللي بتملك لاعبين بيشاركوا في السيمي فاينل. حتى النجوم العرب أو اللي من أصل عربي اللي ظهروا قبل كده أعتقد كانوا بيلعبوا في أندية محترفين يعني في أندية أوروبية. لكن تشاء الأقدار إنه حلقة النهاردة تبقى حلقة كأس عالم، سواء كنا بنتكلم عن كأس عالم منتخبات أو بنتكلم طبعا عن كأس عالم أندية اللي هيشارك الأهلي في نسختها القادمة للمرة الثامنة في تاريخه. وقبل قبل بدايه الحلقه وفي بدايه الحلقه كنت بكلمكم على فكره التمثيل المشرف، لانه المباراه اللي بتتلعب النهارده مباراه اللي بتجمع بين كرواتيا والمغرب هي دي المباراه اللي ممكن انك انت تطلق عليها التمثيل المشرف، انه منتخب يشارك في المونديال يوصل للعلامه الكامله من حيث عدد المباريات اللي بيشارك فيها في المونديال، يلعب 7 ماتشات ياخد المشوار من اوله لاخره. هو ده الحقيقة اللي ممكن تطلق عليه التمثيل المشرف، خصوصا لما يكون منتخبين بحجم، مع كامل الاحترام طبعا والتقدير لإنجازاتهم وهي إنجازات عظيمة، سواء المنتخب الكرواتي اللي بيوصل للمربع الذهبي أعتقد لتالت مرة في تاريخه، أو المنتخب المغربي اللي يوصل لأول مرة كمنتخب عربي أو أفريقي للدور قبل النهائي أو السيمي فاينال وبيلعب على الميدالية البرونزية. لأن إذا كنا بنتكلم على منتخبات كبيرة بحجم إسبانيا وبحجم إيطاليا وبحجم هولندا بحجم البرتغال وبحجم ألمانيا وغيرهم، الحقيقة كتير عشان بس الوقت قاعدين بيتفرجوا وبيتابعوا على المباراة دي زينا زيهم بره المونديال من بدري جدا، والمنتخبين دول بيلعبوا النهاردة على الثالث والرابع. أعتقد ده هو ما يستحق فعلا أن احنا نطلق عليه التمثيل المشرف. أي حاجة غير كده يبقى اسمه التمثيل علينا، التمثيل على أي حاجة تانية ملوش علاقة خالص بفكرة التمثيل المشرف. لكن البطولة دي احنا، ورغم ان احنا ما كناش مشاركين فيها كمنتخب مصري، انا بتكلم على المفاهيم اتغيرت عندنا حاجات كتيره جدا، والبطوله دي اثبتت على ارض الواقع انه في حاجات كتيره عشنا عليها مصدقينها ومصدقين فيها لسنين طويله جدا اعتقد هتتغير بشكل كبير جدا بعد كاس العالم. خليني ارحب بضيوفي اللي بيشرفوني النهارده في السادسه، محلل الكره العالميه دكتور محمد جمال. مساء الخير يا دكتور محمد، اهلا وسهلا بيك. زي الفل الحمد لله. وبيشرفنا لاول مره الناقد الرياضي عمرو سالم. عمرو مساء الخير واهلا وسهلا بيك، منور الدنيا. الله يخليك ونورك. نسخه غريبه، نسخه مثيره، نسخه فيها مفاجات، نسخه شرفت الكره العربيه والافريقيه. ايه اهم الحاجات اللي اتغيرت واحنا على بعد 24 ساعه من نهايه قطر 2022؟ اهم حاجات انتم شايفين ان احنا طلعنا بيها من نسخه المونديال الحاليه دكتور محمد؟ رقم واحد انه الفروقات في الكوره ما بقتش موجوده كسابق عهد كل نسخ المونديال السابقه. رقم اثنين التغير من خلال النتائج ادى الى تغير بعض المفاهيم فيما يختص بالجانب الفني. بعد 2010 تحديدا، بعد فوز المنتخب الاسباني بالمونديال وسيطره برشلونه بشكل لعب الاستحواذ اللي كان قادر جوارديولا انه ينفذه، ساد في العالم ان الفرق اللي بتسيطر هي الفرق اللي بتقدر ان هي تصل الى المراحل النهائيه من البطولات. رحنا البطوله دي لنسخه اللعب المباشر ونسخه الوصول للمرمى باقل عدد من التمريرات، ونسخه ان الفرق اللي عارفه امكانياتها بشكل جيد مش بتحاول تطبق طرق لعب بعيده عن امكانياتها هي اللي وصلت. حتى المنتخب الفرنسي نفسه يعني واحد ابرز مرشح في الاربعه قبل ما نبتدي مباريات السيمي فاينل كان المنتخب الفرنسي. فالمنتخب الفرنسي هو المنتخب الوحيد اللي كان مرشح من قبل البطوله ووصل للفاينل بالفعل. وصل ازاي؟ بطريقه اللعب المباشر. حتى امام المنتخب المغربي المنتخب الفرنسي صمم على طريقه اللعب المباشر، صمم على طريقه دي ديشان اللي قدر ينجح بيها انه يقرر انجاز ما حصلش قبل كده الا 3 مرات مع منتخب الارجنتين نفسه، منتخب ايطاليا، منتخب البرازيل. ليأتي المنتخب الفرنسي ليقرر انه بيصل لنهائي تاني نسخه بعد فوزه باللقب، واللي لم يستطع ان يحتفظ بها الا المنتخب الايطالي والبرازيلي. فلما توصل للفلسفه دي انه طريقه اللعب المباشر، اللعب على امكانيات الفريق مش اللعب بطريقه المدرب بغض النظر عن امكانيات الفريق، ده غير مفاهيم كتير واحنا رايحين للكره المباشره بكل حال من الاحوال بعد المونديال. الشيء الاكيد يا عمرو انه الفوارق دابت، شفناها سواء في منتخبات قدرت تكمل زي المنتخب المغربي او المنتخب الكرواتي، او شفناها حتى في الادوار التمهيديه في حالات زي الارجنتين في مواجهه السعوديه، الكاميرون في مواجهه البرازيل، تونس في مواجهه فرنسا. شفنا ماتشات وحتى المنتخبات اللي يمكن تكون جديده علينا هنا كجمهور كره في المنطقه العربيه، يعني
مفيش حد في المنطقه دي بيتفرج على الكوره في سويسرا، مفيش حد بيتابع حاجه في كندا. نعم. ورغم كده المنتخبات امريكا اتطورت جدا. نعم. ورغم كده المنتخبات دي ادت ماتشات ولعبت بمستويات كانت مفاجاه بالنسبه لنا. نعم. ليه الفوارق دابت؟ انا عارف انه في فوارق في القيمه التسويقيه، وعارف في فوارق في مستوى المشاركات على مستوى البطولات المحليه، اللعيبه اللي بتلعب بره وبتلعب في اوروبا، عارف ان في فوارق في التاريخ والبطولات وناحيه الشخصيه وشخصيه البطل، لكن انا شايف انه في معظم بوقت فوارق كتير جدا دابت. ليه من وجهه نظرك؟ خليني اقول لك يا استاذ احمد، انا شايف ان كاس العالم 2022 في قطر ده هيكون نقطه فاصله لما بعد كاس العالم. انا شايف ان في منتخبات بالفعل خدت الجراءه بشكل قوي جدا، وطبعا على راسهم المنتخب المغربي قدر يوصل سيمي فاينال كاس العالم. طبعا ده انجاز تاريخي للكره العربيه والافريقيه، لاول مره يحدث منذ اول مره لعبوا فيها كاس العالم، فده انا شايف ان ده يعني تاريخ جايب بالسطر المغرب في قطر. وخليني اقول لحضرتك ان بالفعل زي ما حضرتك بتقول ان خلاص ما فيش فرق دلوقتي في الكوره، دلوقتي الملعب هو الفيصل زي ما بيقولوا. فريق انت تقدر يعني تكون فريق جيد تقدر تنافس على في اي بطوله زي ما حدث في كاس العالم. يمكن المغرب، ودي انا شايفها تجربه يجب ان تدرس، المغرب يا جماعه ما قبل كاس العالم ان تم اتخاذ قرار انا شايفه قرار اداري تاريخي ان هم يمشوا خالد زيتش، ده مدرب كبير جدا من البوسني، ويتم التعاقد مع وليد الركراكي اللي انا بعتبره ده احسن مدرب في كاس العالم الحالي، ممكن يجي رقم 2 رقم 1 وينافس في الحته دي باللي عمله، وان هم يوصلوا للسيمي فاينال ويعملوا فريق قوي جدا زي ما احنا شايفين المغرب يا جماعه. يعني ماتش فرنسا اللي هو اقوى فريق في العالم او زي ما بيقولوا اللي هو يعني حامل اللقب، أيوه. الند بالند لحد مثلا قبل ما يجي الجون الثاني كان ممكن المغرب تعادل في اي وقت، فده احنا شايفين كوطن عربي اللي احنا ده تاريخ جديد احنا بنشوفه ما كناش بنشوفه قبل كده. لا ويحسب ليهم كمان المشوار، انت بتتكلم على اصعب مشوار صحيح. في الاربع فرق يعني اللي تاهلوا بالفعل هم تعادلوا فاينل. كان تعادلوا مع كرواتيا، كسبوا المنتخب بلجيكا. البلجيكي، كسبوا كندا، كسبوا البرتغال، كسبوا اسبانيا. يمكن انا شايف ان المغرب لو كانت قابلت فرق غير البرتغال واسبانيا كمجهود بدني قبل الماتش السيمي فاينال ده، انا شايف ان كانت ممكن كان فرصها تبقى اكبر من كده، اللي هي ممكن تلعب نهائي كاس العالم. يمكن هم ما قدروش في المعدل البدني القوي جدا اللي عملوه في ماتشين تقال قدام منتخبين عالميين زي المنتخب الاسباني، لعبوا 120 دقيقه، ده معدل وقت قوي جدا في منافسه زي كاس العالم، وبيلعبوا قدام منتخب كبير مع مدير فني كبير انريكي، يمكن تعبهم قوي ككوره. والبرتغال منتخب طبعا منتخب برضه عالم، بعدين لعبوا فرنسا يعني فرنسا اللي ما لعبتش ماتش صعب غير يمكن ماتش انجلترا، ده حقيقه صح ولا ايه يا دكتور؟ ما ظهرش المنتخب حتى الفرنسي في مباراه انجلترا، ما كانش هو صاحب اليد العليا في مباراه انجلترا، وظهرت انجلترا بشكل قوي جدا امام المنتخب الفرنسي. لكن اجمالا طب خليني اقف عند اجمالا، لان السؤال اللي جاي ليه علاقه بده. طيب وانا هنسى معاكم فكره الارجنتين وفرنسا في الفاينل، وهنسى معاكم اسماء المنتخبات، لكن المونديال ده برضو ما ظهرش فيه منتخب، يعني كل نسخه مونديال تقدر تشوف نسخة منتخب مرعب، تقدر تشوفه وهو ماشي خطوة بخطوة وتراهن عليه انه المنتخب ده هو اللي قريب قوي، او اتنين من منتخبين او بالكتير ثلاث منتخبات تحس انه لا اللقب مش طالع بره دول. لكن النسخة دي من كأس العالم مع كامل احترام تاني الأرجنتين وفرنسا اللي وصلوا بالفعل، لكن ما حسيتش ان في منتخب، ما حسسني انه النسخة دي من المنتخب هو المنتخب المرعب اللي جاي ياخد اللقب. ما شفتهاش لا في ألمانيا ولا حتى، يعني أنا كنت بحب البرازيل وكنت مراهن عليها أنها توصل نهائي، وشايف إنه الجيل ده لازم كان يوصل يلعب نهائي، بس حتى البرازيل ما ظهرتش بالشكل ده. لأن المفاهيم اتغيرت، ده اللي كنا بنقوله في بداية الحلقة. المفاهيم اتغيرت، مفهوم الكوره الممتعه والسيطره والدومينيشن على الملعب اللي كان بيتعمل من منتخب زي البرازيل، منتخب زي الاسبانيا، منتخب زي البرتغال، المنتخبات اللي عندها سكواد كواليتي خاصه في خط الوسط والخط الامامي، المنتخبات دي ما قدرتش ان هي توصل بالفكره دي ان هم يوصلوا لادوار متقدمه، ما قدروش ان هم يوصلوا للسيمي فاينل ولا حتى الفاينل من المجموعه اللي احنا بنتكلم عليها، المنتخبات اللي كان بيتم الرهان عليها. عشان كده قلنا ان المنتخب الفرنسي المنتخب الوحيد اللي كان بيتم الرهان عليه وقدر انه يوصل حتى بفلسفه مختلفة. ليه؟ هو الوحيد من الكبار اللي كان بيتمتع بفلسفة غير فلسفة الاستحواذ، فلسفة الاستحواذ نفسها اتغيرت، عشان كده ما شفتش كل المنتخبات اللي انت راهنت عليها اللي عندها سكواد مرعب. لما نيجي
بنيجي نتكلم على البرازيل يكاد تكون مكتمل، بنتكلم على المنتخب الاسباني يكاد يكون مكتمل، بنتكلم على المنتخب البرتغالي سكواد مرعب، منتخب البرتغال كواليتي كمان طبعا، كواليتي كواليتي اعلى مستوى، كواليتي وعمق القائمه نفسه عامل ازاي. تقول هي هم المنتخبات الكبيره السكواد الثقيل ده هو اللي نزل، ولا المنتخبات الصغيره اللي احنا كنا بنقول عليها قبل مونديال صغير، منتخبات اسماء صغيره يعني هي اللي طلعت يعني عارف، ما انتش قادر تملكها او تحسبها. علشان كده انت لما تيجي تقول ان هناك بعض المدربين اسهموا بشكل كبير جدا من خلال الفلسفه والفكر اللي موجود في وصول منتخباتهم، هتيجي تثني جدا على ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الارجنتيني. ليه؟ السكواد اللي معاه عامل ازاي مقارنه بالاسماء اللي كنا بنقولها، البرتغال، اسبانيا، انجلترا، حتى فرنسا اللي وصلت. تيجي تثني على وليد الرجراجي وما قدمه، ايه الريفرنس، ايه المرجعيه اللي احنا بنشتغل عليها، انه المنتخب ده كان سكواده عامل ازاي، وصله فين ككواليتي كعناصر. المنتخب الكرواتي مع زلاتكو داليتش وارتفاع معدلات الاعمار، حتى الاسماء مقارنه بالاسماء اللي قلناها اسماء اقل. فلما نيجي نلاقي المنتخبات دي وصلت سيمي فاينل بفكر مختلف بعناصر اقل، لازم نثني طبعا على الفكر المدرب وعلى المدرب نفسه والشغل اللي اتعمل خلال النسخه دي تحديدا، لانه زي ما قلنا الفوارق دابت، الفلسفه اتغيرت، ظهرت بعض الاسماء. بنيجي نتكلم على منتخب زي المنتخب الكرواتي، الكل كان بيراهن انه وارد جدا انه يودع مبكرا بسبب ارتفاع معدلات الاعمار خاصه في خط الوسط. المنتخب المغربي كانت اقصى الطموحات انه يوصل لدور ال 16 طبعا. بنتكلم على منتخب مغربي ومنتخب كرواتي بيلعبوا في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه ده مباراه الثالث والرابع، لما يوصل لل 16 وبيلعب اسبانيا مش مطلوب منه على فكره انه، او مش متوقع منه ان هو يتجاوز اسبانيا 100%. يعني المنتخب يعني المنتخب المغربي كانت فرصه بكل حال من الاحوال اقصى المتفائلين انه يوصل لدور ال 16. 0.01 فكره ان المنتخب ان هو يتجاوز المنتخب الاسباني 0.01، وبعديها يروح لعب المنتخب البرتغالي. منتخب سكواده مرعب، منتخب على صعيد الاسماء وعلى صعيد البرفورمنس بتاعه الاسماء دي او مستويات الاسماء دي قبل ما يخشوا البطوله. طبعا المنتخب البرتغالي على صعيد الاسماء قبل ما نروح للمدرب، وهنا فارق المدرب فرناندو سانتوس وليه ما قدرش يستغل هذه الاسماء. لما نيجي نتكلم على سكواد المنتخب البرتغالي ورقه وقلم وبنقارن عناصر فرديه بعناصر ثانيه، طبعا المنتخب البرتغالي على الاقل يكون موجود في السيمي فاينل. راح فين المنتخب البرتغالي قدام المنتخب المغربي؟ خسر. هنا تاني الجوده، ما قدرتش تستغل هذه الجوده، فانت وصلت فين؟ وده اللي بيخلينا بنثني على المنتخب المغربي وما قدمه المنتخب المغربي وما قدمه وليد الرجراجي تحديدا في هذه النسخه، اللي هي نسخه ايا كان نتيجه مباراه الثلاث والرابع اللي متبقى عليها 10 او 12 دقيقه، هي نسخه اعجازيه للمنتخب المغربي، مش نسخه فيها انجاز، هي نسخه اعجازيه. هاخدكم لمقارنه كده الناس بتعملها بصراحه. المنتخب المغربي هو نفسه المنتخب المغربي اللي احنا واجهناه في ده، كلام الناس يعني كلام الجمهور يعني، سيبك من المحللين او الخبراء، لكن الناس في الشارع البسيطه بتقول لك والله احنا فاكرين ماتش مصر والمغرب في بطوله امم افريقيا ده احلى ماتش او اقوى ماتش لعبه منتخب مصر طبعا، وقدر ان هو يفوز على منتخب المغرب بنتيجه 2-1. السؤال الناس بتساله، هل لو المنتخب المصري كان شارك او كان وصل في بطوله كاس العالم كان قادر يروح مشوار زي مشوار المغرب ولا لا؟ هو سؤال افتراضي بس يعني نلعب دي لعبه كده حضرتك. بلا شك انا شايف ان منتخب مصر للاسف احنا اضعنا فرصه تاريخيه للتواجد في قطر في دوله عربيه منظمه لكاس العالم، احنا دي بطولتنا يعني، احنا بتوع البطولات المجمعه في دوله عربيه في دوله مثلا افريقيه كنا نعمل كاس عالم تاريخي. للاسف الشديد احنا ما صعدناش، وده يمكن زي ما قلت لحضرتك احنا كنا نملك طبعا الامكانيات اللي احنا نصعد. احنا منتخب يا جماعه منتخب برضه عندنا لعيبه كويسه جدا وبتلعب في احسن حتت في العالم طبعا على اصول محمد صلاح. انا افترض ان احنا صعدنا، هل انت شايف ان منتخب مصر لو صعد كاس العالم، وخلينا نفترض كمان انه مكان السنغال يعني مش مكان يعني مجموعه السنغال ده هي اسهل نسبيا من مجموعه طبعا من مجموعه المغرب تتكلم هناك بلجيكا وكرواتيا وكندا انت عندك هولندا الاكوادور عايز اقول لحضرتك احنا كنا نعمل شغل كويس جدا في قطر لاسباب كثيره. اولها اللي احنا كنا يبقى عندنا جمهور جيد جدا في قطر، احنا دوله عربيه كنا هنقدر احنا طبعا كما احنا عندنا الكوره كنا نقدر نكون متواجدين بكثافه في قطر، واحنا عندنا لعيبه زي ما قلت لحضرتك، وانا شايف فيتوريا مدرب بيلعب كوره كويسه كنا نقدر نظهر بشكل كويس جدا في كاس العالم. بس للاسف انا شايف ان احنا ضيعنا فرصه تاريخيه ان احنا ما نلعبش كاس. محمد بالضحكه الحلوه دي اول ما قلت السؤال، شايف ان احنا لو كنا شاركنا واحنا فنيا قريبين من المغرب، يعني خلينا نتفق ان احنا لما لعبنا المغرب كسبناه، لما لعبنا بلجيكا قبل البطوله كسبناه، كوره مصر دلوقتي لو كانت شاركت في المونديال ده كانت تقدر تروح مشوار زي المشوار المغربي كده ولا مش ثقافتنا مش شخصيتنا؟
لا مش طموحنا، لا احنا عندنا مش امكانياتنا، احنا عندنا مشاكل كتير جدا، عندنا مشاكل عشان كتير يعني جدا. عشان نبتدي نصلح لازم نواجه نفسنا بالمشاكل. عندنا مشاكل كتير جدا، عندنا مشاكل على صعيد القاعده نفسها، قاعده اللاعبين، عندنا مشاكل كتير جدا على صعيد الكواليتي، عندنا مشاكل كتير جدا على صعيد العقليه اللي موجوده عند اللعيبه نفسها في المنتخب. علشان كده احنا بنروح في في البطولات المجمعه بيكون شكلنا افضل، لكن شتان ما بين ان يكون شكلك افضل وما بين انك تروح تلعب في المونديال عندك ظهير جماهيري قوي جدا عظيم. وارد جدا جدا انك كنت تعمل اللي عمله المنتخب السنغالي، لكن ما قدمه المنتخب المغربي هي عقيده مختلفه. الناس ابتدت تشتغل على البروجكت بتاع المنتخب المغربي ده بالمناسبه من 2010. ابتدوا لما عملوا اكاديميه محمد السادس وابتدوا يطلعوا بعض اللاعبين زي يوسف نصير، زي عز الدين قناحي، زي غيرهم، لعيبه كتير جدا طلعت من الاكاديميه وطلعوا بدري جدا. رقم اثنين عملوا شيء عظيم، جابوا 6 أو 7 لاعبين من اللي عندهم دبل ناشوناليتي، عندهم جنسيه ثانيه، معهم هم من اب وام مغاربه لكن مولودين وتربوا بيتكلموا حتى ما بيتكلموش عربي. عملوا ده، اشتغلوا على الملف ده من بدري جدا، ابتدوا يجمعوا اللاعبين، اقنعوهم ان هم يمثلوا المنتخب المغربي، ما يمثلوش منتخبات ثانيه. فاحنا عندنا مشكلات كتير جدا، لانه تاني انا ضد كلمه النجاح بيجي بالصدفه، ضدها تماما. المنتخب المغربي لما ينجح في هذه البطوله بالصدفه، اشتغلوا كويس، ركزوا جدا 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 قبل البطوله، وليد الرجراجي قدر يزود بعدين مهمين. رقم واحد البعد النفسي للمجموعه، لانه مدرب محلي عارف اللاعبين بشكل جيد، نشأته اوروبيه، بيتكلم 4 لغات، فحتى اللعيبه اللي ما بتتكلمش عربي او مولوده في فرنسا او مولوده في اسبانيا، هو راجل بيتكلم عربي وانجليش وفرنش وسبانيش بطلاقه، فقدر يتواصل. حتى التواصل الشخصي اللي يدوب الفروق النفسيه ما بين اللاعبين، ودي كانت مشكله المنتخب المغربي طوال الوقت. قدرنا نفوز على المنتخب المغربي، وخليني اقول لك لو لعبنا المنتخب المغربي بعد شهرين من دلوقتي ممكن نكسب عادي جدا، لان المواجهات العربيه قصه تانية، قصه مختلفه، ابعاد نفسيه مختلفه. طيب الكواليتي اللي بتقدمها بتبقى مختلفه تماما. خليني اتكلم، هو الاكيد انه الكرة المغربية بشكل مباشر هتستفيد جدا 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 على مستوى اللاعبين وعلى مستوى المدربين وعلى مستوى الأندية من النقلة النوعية اللي عملتها المغرب بوجودها بين الأربعة الكبار. السؤال، هل تستفيد بشكل غير مباشر أو حتى على مستوى أقل الكرة العربية والكرة الأفريقية على نفس المستويات لاعب ومدرب وأندية ولا لا؟ خليني أسمع إجابة ضيوفي بس بعد الفاصل. ماتش ليو ميسي في مواجهه كيليان امبابي ولا قصه اكبر بكتير؟ ده كان سؤالي، بس هاجله شويه لان انا سالت ضيوفي في الفاصل سؤال يهمني برضو اشارك حضراتكم فيه. مين هو الاسم او الاثنين او الثلاثه اللي ممكن يشوفوا فيه مشروع مدرب وطني ناجح في قياده منتخب مصر في خلال سنوات جايه؟ ومع كامل التقدير والاحترام لاسم روي فيتوريا اللي انا الحقيقه ما زلت حتى اللحظه متفائل بيه، يعني شايف ان الراجل ورغم انه ما قضاش فتره طويله لكن واضح انه عايز يعمل حاجه مع منتخب مصر، لكن ده ما يمنعش ابدا انك تحضر اسمه واثنين وثلاثه ويكون عندك في سوق المدربين المصريين اسماء او كاليبر، يعني شخصيات بمواصفات تصلح للبنى عليها وتحضيرها وتجهيزها في يوم من الايام لقياده المنتخب الوطني. تختار اسم، تختار اثنين، تختار ثلاثه. محمد وعمر، نبتدي بمحمد. شايف انه احمد سامي محافظ الالقاب للجميع، يعني احمد سامي المدير الفني لحل سيراميكا كليوباترا والسابق لسموحه، واحد من الاسماء اللي يمكن العمل على كاريرها ازاي تشتغل ويتم تحضيرها بشكل جيد علشان تقدر في يوم من الايام ان هي تقود منتخب وطني يكون مدرب متطور. خد الجزء الاكاديمي بشكل جيد وخد الجزء الفني بتواجده في مستويات تنافسيه تسمح له انه يقود المنتخب الوطني. شايف ان احمد سامي ابرز الاسماء واكثر الاسماء مناسبه انك تقدر تعمل ده. تمام. انا شايف ان كابتن حسام حسن، احنا يمكن منتخب مصر دايما بيكون عايز مدرب شخصيه قويه. حسام حسن يا جماعه بيملك طبعا تاريخ كلاعب كبير جدا، لكن برضو عنده خبرات تدريبيه. انا شايف ان حسام حسن قبل كده لعب مع المنتخب الاردني، لو حضرتك تفتكر ماتش فاصل مع اوروجواي على الصعود لكاس العالم، فعنده برضو خبرات دوليه. ما صعدوش بس لعب، وصل لمستوى ان لعب برضه ماتش فاصل على كاس العالم. شايف برضه ان حسام حسن يقدر ان يتم العمل عليه لقياده منتخب مصر في الفتره المقبله. تمام. طيب نروح لماتش بكره. الاول، انتوا مع مين، فرنسا ولا الارجنتين؟ انا ارجنتيني. ارجنتيني. انا مع ميسي. مع ارجنتيني. مع ميسي. انا مع فرنسا. لا اكيد يعني.
بصراحه انا يعني طول عمري بحب الكره الارجنتينيه، واهم النجوم اللي حبيتهم كانوا دايما ارجنتينيين. ما اقدرش انسى طبعا مارادونا، يعني مارادونا بالنسبه لي في حته تانية خالص كره، مهما تحط مقارنات ومهما تقول مين، بس مارادونا بالنسبه لي متعه فاكهه كره القدم. بس جابوا نجوم كتير، اورتيجا، فيرون، باتيستوتا، ريكيلمي، يعني كتير من النجوم اللي انا حبيتهم كانوا ارجنتينيين. لكن المنتخب ده مش قادر اتعاطف معاه، وخصوصا بعد ماتش هولندا شويه يعني تنشنت منهم. بس خليني اسال، هل ماتش بكره ممكن ان احنا نختصره في مواجهه كيليان امبابي في مواجهه ليو ميسي، ولا قصه فيها تفاصيل تانية كتير؟ يعني خليني اروحك الارجنتيني الاول. الارجنتين الثنائي ليونيل، ليونيل سكالوني وليونيل ميسي، هم اللي عملوا كل شيء طبعا، مع التقدير لمارتينيز والساندرو مارتينيز والجهد المبذول من الجميع في المنتخب الارجنتيني. لكن كواليتي العناصر اللي موجوده في المنتخب الارجنتيني ما توصلش المنتخب الارجنتيني باي حال من الاحوال لولا تواجد الثنائي ليونيل ميسي وليونيل سكالوني. ليونيل ميسي نتكلم عليه، سكالوني طبعا هو المدير الفني للمنتخب الارجنتيني. ليونيل سكالوني مدير فني جه على منتخب ارجنتيني ما بياخدش اي بطولات لا قاريه ولا عالميه منذ اكثر من 20 عام. راح كوبا امريكا، قدر انه يفوز على المنتخب البرازيلي في البرازيل في الماراكانا بسكواد اقل بكتير من سكواد المنتخب البرازيلي. غير الفلسفه، غير الهويه، ابتدى يعتمد على تاني طريقه اللعب المباشر، الكومباكت جيم، التحولات، ازاي يساعد ميسي، مش ان اللعيبه كلها كل قصتها ان هي تدي كره لميسي هو عليه انه يتصرف، لا الفلسفه اتغيرت، انت ازاي تساعد ميسي انه يعمل ده. فان انت بقيت بتشتغل باللاعبين مش افضل العناصر، لكن كل لعيب فتت في البوزيشن اللي هو بيلعب فيه وبيأدي دوره طبعا المطلوب منه على اكمل وجه ممكن. فانت بتتكلم على مدير فني جاب لك بطوله قاريه بعد 20 عام من قلب البرازيل امام البرازيل بسكواد بعيد تماما عن الارجنتين، افضل بكتير، وبعديها بيقود منتخب بلاده انه يوصل بالسكواد ده لفاينل البطوله بعد خساره مفاجاه في بدايه البطوله قدام الارجنتين ويمكن قدام السعوديه. ودي كانت ودي كانت جرس انذار، يمكن ده استفادوا منه كجرس انذار. طبعا ميسي والفارق وصناعه الفارق، دايما بنتكلم في الكوره على اللعيبه الكويسه واللعيبه الجيده واللي واحنا اللي يخصنا في الموضوع انه لو الارجنتين كسبت فرنسا وخدت البطوله هيبقى السعوديه هي الفريق اللي كسب بطل العالم الوحيد، ولو فرنسا كسبت البطوله هيبقى تونس هو الفريق الوحيد اللي كسب بطل العالم. ففي الحالتين يعني في فوز معنوي على بطل العالم اللي جاي. اتفق انه كيليان امبابي وميسي بكره المواجهه بينهم بشكل مباشر، وانه اي واحد من الاثنين يعني عنده القدره انه يرجح ال كفة فرقته. طبعا انا شايف ان فعلا هم الاثنين الاكثر تاثيرا في صفوف كل منتخب خاص بيه. يمكن ميسي انا شايف عامل بطوله كبيره جدا جدا حتى بالارقام. ميسي يا جماعه من الخمس ماتشات خد احسن البطوله بالنسبه له حقيقه هبوط. طبعا طبعا هو راجل البطوله دي بالنسبه له ايوه انا اللاعب الافضل في تاريخ كره القدم. هو واخدها يمكن حتى تصريحاتهم كلها ماشيه في السياق ده، احنا بنلعب وبنموت نفسنا كلاعبين منتخب ارجنتين عشان خاطر ميسي. امبارح شفت لهم فيديو كده في اوضه اللبس منتخب الارجنتين بيغنوا انه يعني احنا عندنا مارادونا بيتابعنا في السماء، وعندنا ليو في ارض الملعب، فاحنا جايين ناخد كاس العالم. ده صحيح، اغنيه كده بيغنيها اللعيبه. ميسي كمان انا شايف ان قايم بدور كمان يمكن القياده في الملعب. ميسي دايما في الملعب، يمكن هو طبعا طبيعي ان ميسي يتم ان طريقه اللعب مبنيه على ميسي. اللعيبه اللي جنبيه انا شايفهم بيعملوا دور تكتيكي عظيم جدا. سكولوني عامل، انا شايف وصول الارجنتين نهائي كاس العالم 2022 البدايه كان كوبا امريكا. ايوه كان هو الراجل ماشي بنفس الفلسفه اللي هو انا بلعب كوره، يمكن غير طريقه الارجنتين ليها الممتعه خلاص. المنتخب الارجنتيني بقاش اللي هو بيلعب كره للمتعه، لا الموضوع ماشي في التكتيك في الملعب، بيقدروا يعملوا تحضيرات جيده داخل الملعب، بيقدروا يكسبوا الفرق، وده شايف ان هو موضوع مهم جدا. وشايف بكره الارجنتين يمكن هي الاقرب للفوز بكاس العالم. طيب خلينا ناخد كده لقطه مفارقه، ايه علاقه المنتخبات اللي بتفوز بكاس العالم بفريق بي اس جي او فريق باريس سان جيرمان الفرنسي؟ وتعالوا نشوف الثلاث نجوم دول. طبعا رونالدينيو في المقدمه، رونالدينيو اتنقل لبي اس جي 2001 خد كاس العالم 2002. كيليان امبابي اتنقل لبي اس جي او باريس سان جيرمان 2017 خدها في 2018. هل ميسي 21 ياخد كاس العالم 22؟ وعلاقه غريبه جدا بين انتقال النجوم طبعا طبعا من باب الصدفه، يعني الموضوع مش مقصود مش مقصود صحيح، لكن في النهايه اعتقد انه الاثنين كان ليهم دور كبير. يمكن ميسي دوره اكبر في الارجنتين لانه ديبالا ودي ماريا غايبين عن المشهد بشكل كبير،
لكن في امبابي طبعا ليه دور كبير في وصول فرنسا، خصوصا مع ارقامه والاهداف اللي سجلها، ماكينه اهداف ما شاء الله تجاوز بيليه في المونديال ده. لكن برضه ما تقدرش تقول انه جريزمان وعثمان ديمبلي وجيرو ما لهمش دور، بتاكيد ليهم دور. لكن شايف المواجهه بين الاثنين دول هم زملاء نفس الفريق، يعني ازاي بكره يا محمد؟ المنتخب الفرنسي دور امبابي منتخب فرنسا، ودور المنتخب الفرنسي عنده نجوم اكتر كتير من المنتخب الارجنتيني، عنده عناصر ومفاتيح. بس خد بالك، خليني اقول لك اخر المستجدات، لانه في غيابات بكره ممكن ما تظهرش في المباراه. خمس لعيبه فرنسا مهدده بالغياب عن المباراه، عندنا ثيو هرنانديز، وعندنا تشواميني، الاثنين عندهم اصابات عضليه، عندنا انفلونزا الابل، ودي حاجه يمكن انا ما سمعتهاش غير لاول مره في كاس العالم، ضربت كل من كينجسلي كومن ورافائيل فاران، واعتقد في لاعب ثالث معاهم برضو ممكن ترام، اعتقد كوناتي. كوناتي لاعب ليفربول، كوناتي يعني خط دفاع فرنسا بالكامل ممكن يكون مهدد بالغياب بكره عن المباراه. فاعتقد برضو ضربه ان صحت يعني، وما كانتش يعني حرب نفسيه، هتبقى مؤثره على المنتخب. انا رايي انها حرب نفسيه، لانهم حضروا الحصه التدريبيه الاخيره. ما اشتركوش في حصه تدريبيه كامله، لكن ميسي كمان ما اشتركش في الحصه التدريبيه قبل الاخيره للمنتخب، يمكن النهارده الاخيره أجلتي. امس ما اشتركش في الحصه التدريبيه. فنهايه انا شايف ان هي حرب نفسيه، ممكن لعيب او حاجه يغيب عن المباراه، لكن المنتخب الفرنسي سكواده اقوى بكتير من المنتخب طبعا. وعنده مفاتيح اكتر بكتير، حلوله جوه الملعب اكتر بكتير. لما نيجي نتكلم على ديشان ونتكلم على توظيفه لجريزمان تحديدا، يمكن اطرف لقطه كانت لقطه بول بوجبا اللي لم يحضر المونديال بسبب الاصابه، وتصريحه عن جريزمان لما قال جريزما كانتي، هو بيشبه جريزمان بنجولو كانتي، اللعيب لاعب خط الوسط لمجهوده الوافر خلال البطوله، وانه بيأدي ادوار في وسط الملعب عظيمه جدا. صحيح، في ناس كتير جدا مش واخده بالها من دور اللي بيقوم بيه جريزمان، لكن الحقيقه يمكن يكون الناس المحللين اللي بيبصوا للادوار وللتحركات جوه الملعب يشوفوا انه جريزمان هو النجم الاول في منتخب فرنسا في البطوله، واحد المنافسين في وجهه نظري، احد المنافسين على لقب افضل لاعب في المونديال طبعا مع الثنائي ميسي وكيليان امبابي. لكن كمان عشان ما نغفلش، هي ميسي امبابي بس طبعا. دايما الريفرنس بنتكلم مين اللعيبه اللي بتصنع الفارق، فهتلاقي هنا لا، هنا في لعيبه بتصنع الفارق وهنا في لعيبه بتصنع الفارق. لما اتكلم حتى على صعيد الصراع على هداف المونديال، بتكلم على ثنائيه في الارجنتين، خمس اهداف ليونيل ميسي، اربع اهداف جوليان الفاريس. في المنتخب الفرنسي بتكلم على خمس اهداف لكيليان امبابي، اربع اهداف لاوليفيه جيرو، وبتكلم كمان على دور جريزمان، بتكلم كمان على تيو هرنانديز والدور العظيم اللي لعبه بعد اصابه شقيقه في المباراه الافتتاحيه امام استراليا، والدور اللي بيقدمه من الجبهه اليسرى. لا، منتخبين عندهم اللي قدموه بكره تاني مع اثنين مدربين قدموا اوراق اعتمادهم رغم وجود انتقادات قبل المونديال على بعض الاستدعاءات، على بعض الخطط والطرق اللي بياخد بيها المنتخب الارجنتيني والمنتخب الفرنسي المباريات قبل المونديال، لكن الاثنين اثبتوا الفلسفه والهويه اللي حطوها سواء مع المنتخب الفرنسي اللي صمم على وجود جريزمان والدور اللي بيعمله جريزمان، وهو اللي كسب الرهان مليون في الميه. الارجنتين ده خامس نهائي بتلعبه، صحيح، منهم ثلاثه قدام المانيا، منهم ثلاثة، واحد قدام هولندا، والنهائي كلهم منتخبات أوروبية. نجحت مع ألمانيا مرة ونجحت مع هولندا وخسرت من ألمانيا مرتين في نسختين. فرنسا ده ثالث نهائي بتلعبه، والثلاثة أو الاثنين اللي سبقوها قبل كده، واحد كان أمام البرازيل والتاني كمان كان قدام كرواتيا. هل شايف إنه ده ممكن يكون ليه تأثير؟ ليه تأثير على مستوى الدوافع، ليه تأثير على مستوى الخبره في مواجهه بكره؟ طبعا انا شايف ده هيبقى ليه تاثير كبير. يمكن انا شايف برضه بكره النهائي ده هيبقى نهائي، أنا هيبقى من اقوى النهائيات اللي حصلت في تاريخ كاس العالم. الفريقين اوروبا وامريكا الجنوبيه وكلاكات طبعا مع اختلاف الدول، صحيح كلاكات صحيح. الصراع الازلي يعني، هم يمكن لو حضرتك شفت الترشيحات كلها قبل كاس العالم كانوا بيتكلموا في ثلاثه اربعه، المنتخب الفرنسي، المنتخب البرازيلي، أيوه. المنتخب الارجنتيني، المنتخب الانجليزي، ومعهم البرتغال، أيوه. واسبانيا، كان يعني ديت المنتخبات. انما على مشوار البطوله يمكن بعد عزيمه المنتخب السعودي الاولى للارجنتين، هي فعلا منتخب يستحق الوصول للماتش النهائي بالمستويات اللي بيقدمها في كل ماتش اللي لعبها. يعني انت لو طلعت ماتش السعوديه شايف انه مستوى طبعاً الارجنتيني طبعا منتخب الارجنتين هو من احسن
فرق طريقه كان سالك. ما انا عايز كرواتيا تطلع له البرازيل، ده احنا كنا مستنيين ارجنتين وبرازيل. بس عايز اقول لحضرتك على حاجه، يمكن المنتخب الارجنتيني لعب ماتش قوي جدا كتكتيك قدام المنتخب الهولندي، ده ما كانش ماتش سهل على فكره. ايوه يمكن هولندا ارهقت الارجنتين جدا جدا جدا، كانت اقرب في اوقات كتيره جدا. منتخب هولندا يكسب اي منتخب في العالم على فكره، يمكن عنده مدرب محنك فان جال طبعا. أيوه. تاريخ كبير جدا في الكوره. فانا شايف برضو المنتخب الفرنسي على الناحيه الثانيه منتخب يمكن مليء بالنجوم، يمكن طبعا مبابي من احسن لعيبه، جريزمان بيقدم بطوله انا شايفها مثاليه، ويمكن انا شايف ان مبابي احسن لعيب تكتيكي في مونديال 2022. بيلعب دور محوري جدا في، يمكن كمان قبل كاس العالم انا كنت شايف ان جريزمان بعيد عن تشكيل اساسي منتخب فرنسا، يمكن وضعه في اتلتيكو مدريد مش احسن حال الموسم ده، بيلعب كتير جدا احتياطي، مش موجود بشكل اساسي مع البارسا. مش موجود بشكل اساسي مع سيميوني. شايف بكره ان النهائي هيكون قوي جدا، وانا شايف التفاصيل الصغيره تحسم النهائي بكره. لكن انتوا الاثنين ميالين اكتر لكفه الارجنتين. على كل الاحوال كلها 24 ساعه والنتيجه تطلع في الكنترول. خلينا نروح معاكم طبعا لحاجه في انتظارها وتعودنا عليها الحقيقه وبقت جزء من روتين كل موسم، مشاركه الاهلي في مونديال الانديه، الخبر اللي اسعد كل الاهلاويه. ازاي شايفين الخبر ده؟ ازاي شايفين مشاركه الاهلي في النسخه اللي جايه؟ وازاي شايفين التحضير ليها؟ وخلينا نبتدي الاول بالمشاركه، فكره او الاعلان عن خبر مشاركه الاهلي، ازاي شفتوه وازاي ممكن الاهلي في الفتره القليله دي يبتدي يحضر للمشاركه في مونديال الانديه؟ فرصه مهمه جدا جدا على النادي الاهلي ان يستغلها، تواجده في المونديال للمره الثامنه، المره الثالثه على التوالي، وده دايما مش عارف الناس يعني هي بتتقال المره الثامنه، بس الناس يمكن ما بتعملش سبوت على ان دي المره الثالثه على التوالي، ودي من النوادر انها تحصل المره الاولى، ان فريق بس. طبعا احنا بنتكلم على استراليا واوكلاند عندهم الامور اسهل بكتير وهم المتواجدين دايما. أيوة. لكن القصه في افريقيا مش بهذه السهوله. فان فريق يتواجد للمره الثالثه على التوالي في المونديال انجاز عظيم جدا يحسب ليه النادي الاهلي، وهيفضل ان تواجد النادي الاهلي في هذه البطوله والتعود على تواجد النادي الاهلي لا يقلل ابدا من حجم هذا الانجاز بالتواجد للمره الثامنه في المونديال. ده رقم واحد. رقم اثنين، الاستفاده من تواجد النادي الاهلي، البراندنج بتاع اسم النادي الاهلي او التسويق لاسم النادي الاهلي. أيوة. التواجد دايما على المنصات العالميه والمتواجد دايما في المونديال بيستفيد منه النادي الاهلي في الاطار التسويقي، في الاطار الترويجي لاسم النادي الاهلي وشعبيه النادي الاهلي المتزايده دايما بالقاب النادي الاهلي ومشاركته في اكبر ايفنت بيتعمل بيتشارك فيه الانديه اللي هو كاس العالم للانديه. ثلاثه، وده المهم جدا جدا جدا، الاستعداد. انت هتستعد ازاي للمونديال؟ طيب خليني اقسم الاستعداد ده لجزئين، لكن السؤال اللي ممكن بيسالون الناس النهارده او بتراهن عليه النهارده في خلال فتره زمنيه نوعا ما قصيره شويه، هل من الممكن تحقيق نتيجه افضل مما تم انجازه في النسخ السبعه الاخيره؟ عمر يعني طبعا احنا حلم الوصول لمنصه التتويج ده في حد ذاته بالنسبه لنا طبعًا. في بطوله زي كاس العالم مع كبار العالم بيبقى دايما انجاز كبير حتى وان كانت برونزيه طبعًا. لكن فكره انك تنجح ثلاث مرات، وخصوصا ان دي زي محمد بيقول ثلاث مره على التوالي، ومرتين قبل كده خدت اثنين برونزيه في ظروف صعبه جدا واستثنائيه جدا، اخرهم النسخه الاخيره. رحت سافرت البطوله ولعبت من غير نص فرقتك ومع ذلك قدرت تنجح في انك ترجع برونزيه، اصبح بالنسبه للجمهور مش عايز اقول مش انجاز، لكن بقى في طمع لانجاز اكبر. هل بتشوف ان النسخه دي الاهلي قادر فيها على تحقيق انجاز اكبر وافضل من النسخ السابقه؟ انا شايف ان اقامه البطوله في المغرب في دوله عربيه افريقيه ده شيء مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي، ان احنا نستغل الحدث يقام في دوله افريقيه عربيه ده شيء مهم. احنا انا شايف بمنتهى الصراحه الاهلي على المستوى الفني محتاج بعض التدعيمات قبل خوض كاس العالم للانديه. احنا عندنا يعني قائمه كويسه، ولكن لازم الاهلي يجيب مهاجم قوي يكون قادر على قياده هجوم النادي الاهلي في كاس العالم للانديه طبعا. طيب انت خدتني لحته الاستعداد، والاستعداد هنا مرتبط بجزئتين، جزء ليه علاقه بالسكواد، وانا بيتهيألي كنت بقول ده في مقدمه الحلقه انه على مستوى الميركاتو الشتوي وبعد الاعلان عن خبر المشاركه اعتقد ان النظره هتختلف طبعًا. بشكل كبير. انا قلت ده من قبل بدايه الموسم، قلت انه السنه الجايه مع كان عندي يعني يقين لا يقين او شبه يقين انه الاهلي هيلعب في كاس العالم. ما تسالنيش ازاي، دايما بتابع الموضوع ده والملف ده وعلى صفحات ومواقع الانديه اللي هتشارك في البطوله، على صفحات ومواقع الاتحاد الدولي، وكنت حاسس انه الاهلي قريب somehow يعني، مع وجود طبعا البطوله المفضله دوري الابطال، مع وجود السوبر ليج، فكنت شايف 2023 دي مهمه جدا للنادي الاهلي وصعبه جدا للنادي الاهلي، بس كنت عايز تحقق انجاز عليك انك
تربط ده بميركاتو قوي جدا، مش 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 كما ولكن كيف. تالي النظره اختلفت، وجود فكره انك النهارده وانت بتتفاوض مع لاعب بتقول له انت اول حاجه هتبتدي معايا فيها صحيح. بطوله كاس عالم، اعتقد برضو هتبقى عامل مؤثر جدا مهما كان اسمه ومهما كان النادي اللي بيلعب فيه. شايف من الممكن البناء على ده ازاي يا محمد، وازاي ممكن تستغل النقطه دي، وايه الحاجات اللي انت شايف انه مع مشوار كولر لغايه النهارده محتاجه دعم بشكل كبير؟ قولا واحدا، كولر ماشي بشكل جيد مع النادي الاهلي عشان امور نحطها في نصابها. طبعا اكيد لما بتفقد نقاط او بيحصل تعثر الجمهور ما بيبقاش راضي، وده حق الجمهور تمام. تمام، ولكن بص على مسيره الراجل من وقت ما جه، بيفوز ذهابا ايابا، فاز في دوري الابطال، فاز في مواجهه السوبر امام المنافس التقليدي، فاز في مباراه الكاس اللي لعبها، فاز في كل مباريات الدوري باستثناء المباراه الاخيره. حصل تعثر، فده دايما استفيد من التعثر، انظر ليه بايجابيه انه شيء ايجابي. ده انا مبسوط ان النقطتين دول راحوا دلوقتي في التوقيت ده، في التوقيت ده رقم واحد. رقم اثنين، هل يحتاج مارسيل كولر لتدعيم؟ نعم يحتاج مارسيل كولر لتدعيم نوعي، وحط تحت نوعي دي 50 خط. انا مش محتاج 10 لاعبين ولا 8 لاعبين، انا محتاج 3 ل4 لاعبين في بعض المراكز تدعيم نوعي. يعني ايه تدعيم نوعي؟ يعني هل انا ما عنديش لعيبه في البوزيشن اللي في البوزيشنز اللي انا بطلب فيها تدعيم زي الجناح الشمال، زي مركز 8، زي المهاجم، زي الباك ليفت مثلا على سبيل المثال وليس الحصر عندي، لكن انا محتاج لما اعمل تعاقد بتعاقد مع كواليتي اعلى نوعا ما من اللي عندي تقدر تفيدني. بتعاقد مع لعيب عشان يجي يلعب اساسي عشان يرفع لي الكواليتي العام بتاع الفريق. فانا هنا بتكلم على تدعيم نوعي مشروط بانه لعيب يقدر يقدم الاضافه فورا. بس خليني اقول لك ليه امبارح برضو الناس متضايقه، الناس متضايقه من ناحيه واسمع راي عمرو فيها، الناس دايما متضايقه المضايقه الطبيعيه اللي بي 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 يعني بتحصل مع اي تعثر نادي الاهلي. الاهلي فقد نقطتين، فبالتالي في مضايقه على انك ضيعت نقطتين. لكن المضايقه الثانيه ويمكن دي الاهم، ولا عشان كده بقول لك انا مبسوط ان النقطتين دول ضاعوا في التوقيت ده. نعم، انه انا لما باجي ابص على مستوى المنافسه مع كامل الاحترام، والله مش ما بقصدش ابدا ان انا اقلل من اي حد، لكن على مستوى المنافسه المحلي انا دايما كجمهور اهلي ما بشيلش هم، لكن انا دايما ناظر ببص على مستوى المنافسه على المستوى الافريقي، وابص على مستوى المنافسه على المستوى الدولي. لما هروح العب مع فلامينجو هو اكيد غير فيوتشر، غير بيراميدز، غير الزمالك. لما اروح العب مع ريال مدريد اكيد غير الزمالك وفيوتشر. لما العب حتى على مستوى افريقيا مع سان داونز والوداد غير برضو الدوري المحلي. عشان كده لما بيحصل التعثر هنا باجي اقول الله، طب انا هعمل ايه لما اطلع هناك؟ عارف ان كل بطوله ليها دوافعها وليها لكن في النهايه من حقيقة لما ببقى لاعب فرقه في الدوري المحلي ناقصه واحد لمده 70 دقيقه، ده صحيح، وانا مسيطر على المباراه 90 دقيقه، وانا عامل 4-5 فرص كانوا كافيين يخلصوا الماتش، وانا لما بتعادل بيظهر الوجه الحقيقي للنادي الاهلي وبضغط وبهجم وبقى شرس، طب ده ما حصلش ليه من الدقيقه 20؟ فكل دي اسئله او علامات استفهام بيحطها الجمهور قدامه قبل ما يروح لمشاركه في بطوله كبيره زي دوري الابطال او السوبر ليج او كاس العالم للانديه. خليني اقول لك استاذ احمد، انا عجبني جدا بعد الماتش امبارح رد فعل مستر كولر اللي هو قال للعيبه محدش يروح، احنا رايحين ما اخترتش عايزكم في محاضره، واتكلم بشكل عنيف جدا مع اللعيبه ان المرحله الجايه للمجتهد، واللعيب اللي هيدي في الملعب باقصى مجهود ممكن عنده اللي هيستمر معاه والكلام ده. ده راجل مش جاي يهزر يعني، مستر كولر ممكن كان انا كسبت 6 ماتشات وتعادلت ماتش، في 7 ماتشات بونتين مش مشكله. وحتى ماتش الاتحاد لما طلع كسبان طلع اتكلم قال لك مش دي كوره، او طلع في المؤتمر الصحفي ممكن كان يطلع يعمل يعني زي ما بيقولوا كده حجج لنفسه اللي احنا ضيعنا فرص مش عارف ايه. قام الراجل مالش الكلام ده خالص، قال لك انا زعلان جدا من الاداء، وخد اللعيبه زي ما حضراتكم كلكم شفنا ان حصل اجتماع في 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 في, في مقر النادي بالتتش. انا شايف الرد فعل، انا شايف زي ما قلت لحضرتك برضو ان النقطتين دولت هيفرقوا، المفروض لصالح النادي الاهلي في الفتره الجايه نبدا نقف على الاخطاء ونصلح، من النادي الاهلي يقف على اخطائه ويصلح من اخطاء الفتره الجايه. انا شايف ان الاستعداد لكاس العالم لازم يبقى بشكل قوي جدا. انا شايف برضو ان الاهلي عنده فرصه جيده جدا يعمل انجاز تاريخي، ان ممكن الاهلي ياخد ينافس على اللقب. ليه لا يا جماعه؟ نستغل اللي حصل مع المغرب في كاس العالم، احنا برضو فريق عربي يمكن اقوى فريق عربي افريقي في التاريخ بالارقام النادي الاهلي. أيوة. شايف ان برضه عنده سكور جيد مع بعض التدعيمات زي ما قال الاستاذ محمد في بعض المراكز المعينه، نقدر النادي الاهلي يقدر يعمل طبعا ممثل مصري، يقدر يعمل بطوله كاس عالم. انا شايف ممكن يعني بسهوله انه يوصل لنهائي كاس العالم للانديه. الفتره كافيه رغم انه الحقيقه يمكن انا كنت بستعرض جدول الماتشات بتاع النادي الاهلي. 9 مباريات. 9 ماتشات برضه الى حد ما ماتشات تقيله كلها.
شايف انه دي كافيه بالنسبه لمستر كولر للتحضير للبطوله، استعداد ليها؟ انت بتواجه برضو فرق بتواجهها لاول مره، ما اعتقدش ان احنا قابلنا فلامينجو قبل كده في كاس عالم انديه، ريال برضه نفس سيتي. الحكايه نبدا باوكلاند سيتي، اوكلاند سيتي في البدايه طبعا. اوكلاند سيتي لعبناه قبل كده ما اتذكر، لكن اقصد اقول ان شاء الله بعد ما تتاهل ان اوكلاند سيتي شايف انها فتره كافيه للتحضير طبعا. تسع مباريات انا هاخد المباريات، مش بس ان هي مباراه استعداديه للمونديال للانديه، انا بتكلم ان عندي 9 مباريات في الدوري اللي انا اكيد بنافس على لقبه. فنهايه علشان نعرف الوقت بيجري منك انه عندك 9 مباريات تستغلها بشكل جيد. الراجل كان بيعمل تدوير بشكل جيد في معظم المراكز، 9 مراكز حصل فيهم تدوير بشكل كبير، يمكن باستثناء محمد شناوي واكرم توفيق كل المراكز كل اللعيبه لعبت تدوير. حصل فيها تدوير، ف9 مباريات كافيه. تاني واقولها المره الثالثه، تدعيم نوعي، علشان الناس اللي عارفه تقعد تتكلم على الميركاتو والصفقات والتدعيمات. طبعا الاهلي يحتاج لتدعيم نوعي فوري، وتبتدي تجهز نفسك من دلوقتي علشان اللعبه دي تبتدي تدخل معاك بدايه من يناير، تبتدي تدخل جوه الفرقه قبل المونديال ان شاء الله. يعني هو حته المونديال دي هتبقى علامه فارقه في الميركاتو من ناحيتين، الناحيه الاولى في فكره نوعا ما تسهيل فكره التفاوض مع اللاعبه اللي احنا بنراهن على الكواليتي او على الاسم بتاعهم، وبالتالي مردودهم مع الفريق انك بتاخده في اول مشاركه ليه يلعب بطوله كاس عالم انديه، ومن بعدها طبعا الاهلي بتاريخه الكبير، فبالتاكيد دي هتكون علامه فارقه. وبالنسبه لكواليتي اللاعبين اعتقد انه الاهلي هيركز بشكل كبير جدا في فكره اللاعب اللي يمثل اضافه للنادي، اضافه كبيره واضافه حقيقيه لسكواد الاهلي، ونتمنى للاهلي التوفيق. مبروك لجماهير الاهلي المشاركه في مونديال، تعودنا دايما على الاهلي موجود فيه والاهلي بيحقق فيه انجاز، وباذن الله ان شاء الله 23 تكون واحده من افضل السنوات كرويا طبعا على مستوى البطولات والالقاب، ومشاهده ممتعه لمباراه بكره الارجنتين وفرنسا في نهائي المونديال. بشكر ضيوفي اللي كانوا موجودين معايا في السادسه النهارده، دكتور محمد جمال وعمرو سالم، شرفتونا ونورتونا.